معركة أدت إلى انهيار الإمبراطورية البيزنطية، انتصار إسلامي حاسم أنهى حكم 1000 عام لحضارة روما الشرقية. قائدها فاتح عظيم لم يتجاوز من العمر 21 ربيعا. فتح القسطنطينية حدث تاريخي مهم وانتصار إسلامي عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية وخير الأمير أميرها وخير الجيش جيشها. إن فتح القسطنطينية يعتبر من أبرز الأحداث التاريخية، وقد استمرت المحاولات الإسلامية لفتح هذه المدينة العصية منذ العهد الأموي الأول مرورا بالعهد العباسي وصولا إلى العثمانيين. وتقول بعض الروايات أن أكثر من 29 حملة خاب مبتغاها على أسوار القسطنطينية. بعث الله للمسلمين محمد الفاتح، وهو سابع سلاطين آل عثمان وخامس من تلقب بلقب سلطان وأول من حمل لقب قيصر الروم من الحكام المسلمين عموما والسلاطين العثمانيين خصوصا. يلقب بصاحب البشارة لأن نبوءة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم القائلة بفتح القسطنطينية قد تحققت على يديه. لقب في أوروبا بإمبراطور الترك نظرا لأهمية وعظمة إنجازاته وانتصاراته العسكرية التي حققها على حساب القوى المسيحية. شكل الفتح العثماني للقسطنطينية ضربة موجعة للعالم المسيحي والبابوي الكاثوليكي، رغم الاختلاف والخلاف المذهبي والعقائدي بين الكنيستين الشرقية الأرثوذكسية والغربية الكاثوليكية. ذلك أن المدينة كانت تشكل عائقا وحاجزا أمام التوغل الإسلامي في أوروبا، ولما سقطت أصبح بإمكان العثمانيين المضي قدما في فتوحاتهم دون التخوف من ضربة خلفية تثنيهم عن أهدافهم. أنشأ محمد الفاتح قلعة جديدة هي قلعة روملي حصار على الشاطئ الأوروبي إلى جوار القسطنطينية بعد نحو 6 أميال منها، مقابل قلعة أناضول حصار التي بناها السلطان بايزيد الأول على الشاطئ الآسيوي في أضيق نقطة من مضيق البسفور، ما جعل العثمانيين يسيطرون على المضيق ويراقبون السفن الآتية من البحر الأسود، وبذلك يكون السلطان قد كسب موقعا استراتيجيا واقتصاديا يحول دون وصول المدد من مملكة طرابزون عن طريق البحر المذكور، وبالتالي عزل القسطنطينية اقتصاديا كما أراد أن تكون القلعة قاعدة لأعماله العسكرية في أوروبا ومستودعا للزاد والعتاد. قضى السلطان محمد الثاني شتاء سنة 1452 في أديرنة يستعد للفتح الكبير المنتظر، وجمع جيشا جرارا كان أحد أضخم جيوش ذلك الزمان 80,000 مقاتل، كان من بينهم 10,000 من الانكشاريين، وهي القوة الضاربة في الجيش العثماني. رغم أن بعض المؤرخين الغربيين يقولون أن عدد الجيش العثماني الذي فتح القسطنطينية يصل إلى ضعف هذا الرقم، عمد السلطان الفاتح إلى جمع أحدث الأسلحة المعروفة في ذلك الزمن، وأهمها المدافع التي أمر بسكبها بأقطار وأحجام لم يسبق أن شوهدت من قبل، ومدافع الهاون التي استعملت لأول مرة في التاريخ، ومنها مدفع ضخم جدا عرف بالمدفع السلطاني، فقد كان يزن ما يقارب 18 طن وبلغ طوله 8 أمتار ويرمي بقذائف زنة الواحدة منها 700 كيلوغرام. شيد الفاتح إلى جانب القوات البرية أسطولاً بحرياً من 100 سفينة، واعتنى السلطان محمد بإعداد الجنود إعداداً معنوياً قوياً، وغرس روح الجهاد فيهم، وذكرهم بثناء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على الجيش الذي يفتح القسطنطينية، مما أعطاهم قوة ومعنوية وشجاعة كبيرة. بعد أن أعد السلطان العثماني ما استطاع من قوة ومن رباط الخيل ليرهب فيه عدو الله وأعدائه، أعلن الحرب رسميا على الإمبراطورية البيزنطية.
في السادس من نيسان من عام 1453 بدأ الحصار الفعلي للقسطنطينية، وقبل توزيع الفرق العسكرية اتجه السلطان إلى القبلة وصلى ركعتين، وصلى الجيش كله من ورائه، وبدأ بخطة الحصار، فجعل القسم الأكبر من الجيش يتجمهر جنوب القرن الذهبي، ونشر الجنود على طول الأسوار، وجعل قرج باشا أميرا عليهم، وتمركزت بعض الفرق العسكرية على نهر ليكوس ناحية بحر مرمرة بقيادة إسحاق باشا، ووضع الحرس السلطاني الذي يضم نخبة الجنود الإنكشارية في الوسط، حيث نصبت خيمة السلطان مقابل بوابة ريومانوس، كما نشرت فرق عسكرية أخرى بقيادة زاغانوس باشا شمال القرن الذهبي. وكان التواصل بين تلك الفرق يتم باستخدام طريق مهدة وسوية فوق أراضي رأس القرن، ونصبت حول المدينة 14 بطارية مدفعية بالإضافة إلى المدفع السلطاني الهائل وعدة مجانيق وأربعة أبراج متحركة. ثم أرسل السلطان بعض أفضل جنوده لتطهير ما بقي من حصون وقرى رومية مجاورة، وأردفهم بالأسطول البحري بقيادة أمير البحار سليمان بيك قلطة أوغلو، فسقط في أيديهم حصن طرابي على البسفور، وحصن آخر أصغر حجما يقع في قرية ستوديوس قرب بحر مرمرة، ثم تلتهم جزر الأميرات بعد بضعة أيام. أرسل السلطان إلى الأمبراطور يسأله أن يسلم المدينة دون قتال، وتعهد باحترام سكانها وتأمينهم على أرواحهم ومعتقداتهم وممتلكاتهم وكنائسهم، ولكن الأمبراطور رفض وقرر القتال، فأعطى السلطان الأمر المدفعية بأن تبدأ القصف، فبدأت الحرب. في هذه الأثناء جاء سفراء من المجر إلى المعسكر العثماني، وأبلغوا الصدر الأعظم خليل جندرلي باشا رسالة باسم العالم المسيحي أجمع، ومفادها أن جيوش أوروبا المتحدة سوف تستولي على البلاد العثمانية في حال عدم رفع الحصار عن القسطنطينية. فلم يعرهم السلطان اهتماما، بل أصر على فتح المدينة قبل أن تتمكن الجيوش الأوروبية من الاحتشاد والوصول. وفي ذلك اليوم تمكنت المدافع العثمانية من إحداث ثغرة في الأسوار البيزنطية عند وادي ليكوس من الجزء الغربي من الأسوار، فتدفق الجنود العثمانيون إليها يحاولون اقتحام المدينة، كما حاولوا اقتحام الأسوار الأخرى بالسلالم التي ألقوها عليها، ولكن المدافعين عن المدينة بقيادة الإمبراطور استماتوا في الدفاع عنها. واشتد القتال بين الطرفين، وكان لضيق الثغرة وكثرة السهام والنبال والمقذوفات على الجنود المسلمين، بالإضافة إلى ضيق المكان وشدة مقاومة الروم وحلول الظلام، أثر ضاغط على السلطان جعله يعطي أوامره للمهاجمين بالانسحاب. وصل الدعم المسيحي على سفر حربية كثيرة إلى البسفور بقيادة يوحنا جوستنياني، واشتبكت هذه السفن مع الأسطول العثماني في معركة كبيرة، وانهزم العثمانيون وأحرقت سفن كثيرة من الأسطول العثماني، مما رفع من معنويات أهل القسطنطينية وأمبراطورهم، واستقبل الأسطول بحفاوة وترحاب داخل أسوار القلعة الكبيرة. أصيب الكثير من الجنود العثمانيين بالإحباط نتيجة هذه الهزيمة، وأخذ بعضهم بالانسحاب من أرض المعركة. استغل الأمبراطور البيزنطي هذا الموقف وعرض على السلطان السلام، فلاقى ذلك ترحيبا من الصدر الأعظم خليل جندرلي باشا، الذي أشار على السلطان أن يبرم صلحا مع الإمبراطور ويقبل بدفع 70,000 ليرة ذهبية كجزية سنوية، لأن إسقاط البيزنط وإن كان أمرا ممكنا فإنه سوف يجر الدولة العثمانية إلى حرب مع أوروبا بأسرها، إلا أن السلطان رفض رفضا قاطعا وأصر على مواصلة الحرب.